كان المفروض يشرفنا النهارده الاستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، لكن في ظرف يعني وفاء لاحد الاقارب اللاصقين حال دون حضوره، واحنا نعزيه على الهواء. هو الحقيقه يعني معانا كمان على التليفون عايز يدلي بدلو. اهلا بيك يا استاذ ناجي، والبقيه في حياه حضرتك. اهلا بيك يا فندم، والبقاء لله يا فندم. حياتي الباقي يا فندم، ربنا يبارك فيك. استاذ ناجي، يمكن ما اعرفش حضرتك سمعت ولا لا الجزء الاول من حوارنا، احنا كنا بنتكلم على دعم الاحزاب السياسيه في اي تعديلات تشريعيه قادمه، وكان عندنا يعني تباين في معايير الدعم. الكل اجمع على ان الدعم قائم، البعض زي المستشار رفائيل بولس بيتكلم على دعم يعتمد على عدد الاضويه وعدد المقرات. النائب عبد المنعم امام ما قالش دي القضيه الاولى بالنسبه له، لكن بالنسبه له ان هذا الدعم ياخذ شكلين، اولا انه التمثيل الانتخابي ايا كان مستواه محلي او ترشح رئاسي او برلماني يبقى له دعم محدد بكل فئه، وكمان يبقى في اعفاء للتبرعات اللي بتقدم للاحزاب من الضرائب، وانه يترك للاحزاب حريه الاستثمار في مجالات غير الصحافه. فراي حضرتك ايه في قضيه الدعم عموما؟ انا اهم دعم من وجهه نظري ان الدوله تقف على مسافه واحده من كل الاحزاب. لا انا بتكلم في المالي دلوقتي، انا دلوقتي السياسه هرجع لك المالي عشان نركز مع بعضنا. المالي لو فتحنا باب التبرع المالي بدون سقف كل الاحزاب معظمها هتتظلم. ليه بقى؟ لان في احزاب بعينها بتتمتع بتأييد رجال أعمال، وبالتالي بيبقى لها ميزانيات ضخمة جدا، وده اللي بيحقق على المساواة ما بين الأحزاب السياسية المختلفة. احنا الأحزاب السياسية المفروض كل حزب بيجيب ميزانيته من اشتراكات أعضائه وتبرعاته. أنا مش مع إن يبقى في دعم مالي للأحزاب السياسية. مش مع إن في دعم مالي للأحزاب حتى لو ممثلة في البرلمان ونجحت في المحليات وعندها أعضاء. أصل أنا التمثيل في البرلمان ده محتاج شروط. محتاج أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة. تمام. واللي موجود في البرلمان نتيجة ثقة الشعب. تمام. فدي حاجة وضع تاني. إحنا محتاجين نحط نظام سياسي كويس ندعم الأحزاب من وجهة إيه؟ من وجهة نظرة هو النظام الانتخابي. طب لا بص، هفترض زي ما بيقولوا بتوع الاقتصاد، مش بقاء الاشياء الاخرى، تغير الاشياء الاخرى كلها. وصلنا لكل اللي حضرتك بتقوله، تغيير النظام الانتخابي، تغيير قانون الانتخابات وقانون مباشر الحقوق السياسيه والمسافه الواحده والاشراف القضائي، كل ده تم. هل بعد كل ده الاحزاب في مصر 84 حزب مش محتاجين دعم مادي، مكتفين باشتراكاتهم وتبرعاتهم؟ ولا لا. الدوله تتدخل؟ لا مش محتاجين دعم مادي. مش محتاجين خالص. نهائي. عظيم. طب دي وهذا والنظام الانتخابي الامثل مع توافر كل الشروط هنرجع له. هو ده كفيل بان يجعل هنرجع بص يبقى لها تواجد في البرلمان وفي المحليات وفي كل المجالس المنتخبه. طب اصل النظام الانتخابي الحقيقه مش النهارده موضوع حوارنا، ده موضوع غايه في الاهميه والتعقيد. هنرجع له يا فندم. تقسيم العمل هو اساس النجاح يا ناجي بيه. النظام الانتخابي اللي بيحقق عداله توزيع اصوات الناخبين على القوائم المختلفه، ده اللي هيبقى فيه يدي الاحزاب فرصه ان يبقى لها ممثلين من خلال تصويت الشعب. انا حضرتك مش مختلف. اما القائمه المطلقه ده فيها اهدار لاصوات الناخبين. انا مش مختلف مع حضرتك نهائيا، انا بس اللي مختلف في حاجه واحده. انا النهارده بصدد القانون 76 لسنه 70، 40 لسنه 70. قانون مباشر الحقوق السياسيه هيبقى له حوار اخر. قانون انتخابات مجلس النواب او الشيوخ حوار ثالث. وبالتالي النهارده بس بنركز في قانون الاحزاب، ندعم الاحزاب ولا الاحزاب؟ وده سؤال عام بقى يا استاذ ناجي، هل الاحزاب النظام الحزبي في مصر بعافيه ولا قوي مش محتاج اي دعم من اي نوع؟ الحزب في مصر بيروح مكانه وفي حاله ضعف شديد. عظيم. ولكن هذا الضعف الشديد ليس من صنع الاحزاب السياسيه، ولكن من صنع المناخ الحاكم للحياه السياسيه المصريه. طب انا هاخد دي ده كلامك حضرتك، انا فهمت كده الاستاذ ناجي مش شايف ان الموضوع مادي، هو شايف ان الموضوع في المناخ والبيئه. هرجع لك النائب عبد المنعم امام، انك تذكرت هذه الجمله من الاول. ضعف النظام الحزبي في مصر مش بس التشخيص زي ما كنا بنتكلم في الفصل، الروشته بالظبط. فين الضعف وتجاوز الضعف عبر تشريعات محدده او اجراءات محدده يتم ازاي؟ طيب انا هكون محدد جدا ومهني زي ما بنقول في المساله، مش هاخدها بمنطق ان انا رئيس حزب. في اشكاليتين كبار. الاشكاليه الاولى ليها علاقه بالبيئه الداخليه داخل الاحزاب السياسيه من سنه 77 لحد الان، ودي ليها علاقه ببنيه الاحزاب السياسيه كلها.
والبيئه الخارجيه. البيئه الداخليه احنا عندنا مشكله انه كل الاحزاب السياسيه في مصر محركه تقعد تدرسها كده هتلاقي ان كل هياكلها التنظيميه قايمه على فكره الشكل الهرمي اللي كان جاي من الاتحاد الاشتراكي لرئيس الحزب في امانه عامه وكل هذه التشكيلات اللي موجوده. هذا التشكيل اللي في رايي عفى عليه الزمن. فاحنا عندنا اشكاليه كبيره جدا في هذا الامر اللي بيوصل لك لحاجه من اتنين، لا حزب في رئيس حزب ومتحكم في الحزب بالكامل والحزب كله هرمي، لنسخه تانية من الاحزاب طلعت بتعمل انتخابات على كل المواقع، فالنتيجه انه مع كل انتخابات الحزب بيتقسم والناس بتمشي، وبالتالي الاسهام في الديمقراطيه الداخليه او انعدامها تماما بوظت الاحزاب من البيئه من بشكل داخلي بشكل واضح جدا. انه الحاجه الثانيه انه في اشكاليه ليها علاقه بالخطاب السياسي. الاحزاب زي ما حضرتك بتقول 84 حزب، انا بستغرب جدا لما الاقي حزب مفروض انه حزب اشتراكي ولاقيه احيانا يؤيد قوانين راس مالي او راس مالي ويؤدد قوانين اشتراكيه، وبالتالي المساله سمك لبن تمر هندي. يعني احنا ايام لما كنا بنتكلم على الحزب الوطني اقول لهم يا جماعه عمالين بتقولوا فكر جديد واجنده اصلاح اقتصادي كلها راس ماليه والحزب عضو في الاشتراكيات الدوليه، وبالتالي هذه الاشكاليات يجب ان تحل. هناك مدارس سياسيه اساسيه. انا على فكره انه الاحزاب لازم كلها تندمج وتقف كيانات واحده، دي مساله لها علاقه بالاحزاب وقراراتها. لكن في النهايه انا عندي توجهات، عندي يمين، عندي يمين وسط، عندي يسار وسط، عندي وسط، عندي قومي، عندي اشتراكي، عندي شيوعي، عندي توجهات رئيسيه معروفه وليها تأصيل اقتصادي وسياسي في العالم كله. النهاردة أنا لازم الحزب يبقى واضح جدا فهو بيمثل أنهي مدرسة. يعني حضرتك بتيجي تقول لي العادة أقول لك إحنا حزب يمين وسط، حزب ليبرالي اجتماعي وعبر عن الطبقة المتوسطة المصرية، واضحين إحنا عارفين عن إيه وبنتكلم عن إيه. تمام. وبالتالي دي إشكاليات كبيرة جدا ليها علاقة بالفكر. إنه في بقى إشكاليات قانونية زي قانون الأحزاب وغيره، لكن بشكل واضح جدا الاشكاليات بقى الخاصه بالسياسه العامه اللي استاذ ناجي اتكلم عنها. والاشكاليات والبيئه العامه دي بقى على فكره ده امر متوارث من ايام الرئيس السادات، يعني مش هتكلم عن حقبه بعينها، انا بتكلم عن مجمل قانون من سنه 77. اولا عندنا اشكاليات ليها علاقه بسمعه الاحزاب. الاحزاب في مصر سمعتها للاسف في الشارع ليست جيده، لانها تعرضت على مستوى طويل من السنين ل حملات غير عادية من التشويه من بعض المنصات الإعلامية. هذا أمر يجب أن يتوقف. لازم نقول للناس أن البشرية لم تختلع وسيلة لتداول السلطة إلا الأحزاب السياسية.